السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل مع بعض حلة ورق عنب بالمحشي. عندي هنا قطعة لحمة من الموزة، ورق لورا، وحبهان، ومعلقتين زبدة. وفي الحلة التانية هيكون عندي معلقتين زيت على معلقة زبدة. دي اللي هنعمل فيها خلطة الورق العنب. وده البصل بتاعي المحشي، وهنحتاج كمان لعصير طماطم. وبس كده هنبدأ الخطوات مع بعض. الخطوة الأولى هننزل في معلقتين الزبدة بورق اللورة والحبهان، ورا منهم اللحمة على طول، وهنبدأ بالتقليب المستمر. هنحط معلقة فلفل أسود وهنقلب فيها لحد ما تاخد اللون الذهبي الغامق. بعد ما تاخد اللون الذهبي الغامق معانا، هننزل عليها بمية سخنة مقدار كوباية ونص او كوبايتين، زي اللون اللي احنا شايفينه ده. هنبدأ ننزل عليها بالمية السخنة. احنا عايزين نسويها بنسبة 30% 40% علشان هي تكمل السوا بتاعها مع المحشي. كده هنبدأ نعمل الخلطة بتاعت المحشي. هننزل بالبصل مفروم ناعم في الزيت والسمنه اللي احنا كنا حاطينهم مجهزينهم معانا. اول ما يتشقر بس وياخد اللون الذهبي، هننزل عليه بمعلقه هريسه ومعلقتين صلصه. هنقلبهم مع بعض كده يندمجوا مع البصل. تشويحه خفيفه قوي على النار. هنكون مجهزين معانا عصير الطماطم، هننزل بيه على الصلصة. هنسيبها تتسبك مقدار 10 دقايق. كده اتسبكت معانا، هنبدأ ننزل بالملح، بهارات، كزبرة، فلفل اسود، شطة، كمون، ونسيبها دقيقتين تاني لمجرد تتسبك كويس. طبعا مرحلة التسبيك بنعرفها ان احنا المية بتنشف عندنا من القوطة، وبنلاقي الزيت والسمنة طلعوا عندنا فوق الوش. كده بخلص المرحلة اكتملت. بننزل بالخضرة متقطعة ناعم، شبت وبقدونس وكزبرة، تقليبة، ونكون غسلين الرز ومصفينه كويس. في المرحلة دي خلاص بنطفي النار، يدوبك بنقلب بس الرز مع الخضرة. مش بحب اسيبهم على النار كتير. خلاص طالما اتسبكت بنحط الرز والبقدونس وبنطفي، ونسيبها لمجرد تبرد شويه بس. ده عندي ورق عنب كان محفوظ في الفريزر، هنطلعه ونرص منه صف في القاع بتاع الحله. ونبدا ننزل عليهم بشرايح طماطم علشان لما نقلب ورق العنب باللحمه يكون في اندماج الوان، ماتشنج احمر الطماطم مع اللحمه مع الورق العنب، وبصراحه بتخليه طعمها مسكر قوي. كده رصيناها. كده الرز خلاص شرب من الصلصه بتاعتنا وبرد شويه عشان نقدر نحشي. هنرص اللحمه كمان على الطماطم اللي في الحله. هنبدا نشتغل معانا. نبدا بورق العنب. هي الطريقة المعتادة في الحشو ان انا بحشيها على ايديا، بقفل الجنبين والاطراف واسحبها للاخر. خلاص بقى عندي صباع محشي جميل مش هيتفك معايا. او هنفردها معانا على الرخامة بالشكل ده. كده رصينا اللحم خلاص على الطماطم على ورق العنب اللي في القاع. نبدا بقى ورق العنب اللي احنا بنحشي نرصه عليها. ونبدا نرص ورق العنب ونحشي معانا على الرخامه بالطريقه الثانيه، برضو سهله وبسيطه على حسب ما انت متعوده في لفها. على ايديكي ماشي على الرخامه، برضو هتطلع معانا
صباع محشي مظبوط، جميل، ملفوف، مش هيتفك معانا. هنخلص الكمية بتاعتنا. هنبدأ نرصهم على اللحمة، مش هنخليهم متداخلين قوي، هندي براحة على أساس الشوربة توصل لكل ورق العنب ويستوي معانا ويكون ممتاز. هنبدأ نرص ورق العنب وهنسيب براح معانا، مش هنضغطهم جامد علشان يستووا، لو زنقناهم جامد هيكون في واحدة مستوية وواحدة نية. هنبدأ نسقيهم من الشوربة، المرقة اللي احنا حمرنا فيها السمنة، سمنة ولحمة في الأول خالص وسقيناها مية. هناخد من المرقة دي ونسقي ورق العنب، المقدار بتاع الشوربة يكون مغطي يدوبك عند الفلفل، يعني عند آخر مرحلة أو عند آخر صف. هنرجها كويس ونشوفها، لو احتاجت معانا هنحط لها تاني. كده هتحتاج معايا تاني حاجة بسيطة، هنغطيها بطبق تقيل شوية بحيث ان لما الشوربة تغلي ورق العنب الصف الاخراني ما يتفتحش. هنغطيها تاخد غلو على نار عالية ونهدي النار عليها لحد ما تستوي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كده وصلنا للاستواء المظبوط، هنقلبها وهنسيبها دقيقة بس على الطبق اللي احنا هنغرفها فيه، ونطلع واحدة واحدة علشان الصف يكون مكتمل معانا. هنشيل صف ورق العنب اللي احنا كنا رصينه في الأول، وكده بقى تمام، بقى عندي تورتة ورق العنب باللحمة. اللحمة مستوية ودايبة دوب لأن احنا مسويينها قبل المحشي نسبة 30 أو 40%. طبعا لما هدينا النار على المحشي استويت وكملت سواها معانا، وده ورق العنب بتاعنا والفلفل. تورتاية جميلة مناسبة معاكي في أي عزومة وخفيفة، هي منها فيها اللحمة موجودة بدل ما نحمرها لوحدها، وورق العنب طالع طعمه جميل جدا باللحمة. بتمنى تجربوها وتقولنا في التعليقات ايه رأيكم فيها.